يا سلام، اتفضلي اتفضلي. ادير قمر. ادير قمر. هناخد المشاكل. ايه اديبه ولا شعر؟ عشان ناخد الصوره يا جماعه. لا لا احنا قررنا ان احنا يا جماعة صدقوني احنا واخدين القرار جوه انفسنا، ما نكترش على الجمهور، لان هو انا فاهم انا اقعد مع الناس اوقات بمل من الشيء. احنا فعلا ناخد فقرتين يعني 10 دقايق بالظبط. بالعكس بس عندنا، لا لا عشان كل واحد يشوف مصالحه، يعني فقرتين بالظبط 10 دقايق وهنمشي. اتفضلي يا دكتور. العالمية مساء الخير. أنا طبعا بشكر المجموعة الموجودة كلها، أو بشكر أستاذة سوزان، وبشكر يعني وجودي معاكم. وأنا بحكم إن أنا اشتغلت أخصائية سلوك للأطفال البدويين، وكنت بشوف قد إيه الأمهات بيعانوا، فحبيت بس إن أنا أقول حاجة، إن الأم هي فعلا بتعاني كتير، ولكن أنا لمست إن هما كانوا بيرجلوا. والحمد لله في الفترة الأخرانية إن بدأ يكون في اندماج، فالاندماج دوت خلى إن الأم ما ترجعش، وهي فعلا الجندي. وأنا حبيت بس إن أنا أقول حاجة، أنا كنت كاتبة حاجة بس مش هقول اللي أنا كاتباه، أنا هقول من نفسي إن فعلا يعني في طه حسين ده كان مثال، وكان في برد، وكان في يعني كان في أكتر من حد مثال، وفرانكلين روزفلت برضه يعني ده قعد أربع دورات كان في مسك. طبعا هو احنا كلنا عارفين ان هو كان رئيس أمريكا، وكان في أكتر من حد موجود في مصر طبعا احنا يعني، وخاصة في الفترة الأخرانية السيد رئيس السيسي كان داعم لذوي الهمم، وشفت منهم بنوتة حلوة جميلة اللي طلعت إعلامية. وانا وجودي معاكم يعني سعيده باللي انا شفته، وبالبنوته البنوته اللي هي اللي رسمت، يعني بجد انا ماشيه من هنا وانا فخوره 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 ان انا موجوده في وسط الجامعة. بجد بجد والله انا فخوره بكم جميعا، يعني متشكره جدا ليكم، متشكره. الف شكر لوجود حضرتك، انا اتمنى ان شاء الله هنعمل فرح كل مره. شكرا.